أو هي؟ أنا طفل لوالدتين أو لي أم واحدة، أنا لمن؟ سؤال سيكرره كثيرون من الأطفال في السنوات القادمة من مختلف العالم، أي الأطفال المولودون من رحم مستأجر. استئجار الرحم أم الأم البديلة؟ ظاهرة تتفاقم في الدول العربية ويزداد الجدل حولها رغم قدمها. اختلاف في الآراء الدينية، آراء تحلل وآراء تحرم، وقوانين وضعية تسمح وأخرى تمنع. إيران أجازته منذ 30 عاما ضمن ضوابط شرعية، واليوم يعمل البرلمان الإيراني على اقتراح استبدال مصطلح استئجار الرحم ليصبح الرحم البديل من منطلق إنساني. وفي مصر أثيرت القضية مؤخرا بعد إعلان لامرأة مصرية عبر الإنترنت عن رغبتها في تأجير رحمها. الإعلان أدى إلى أزمة حقيقية، فمجمع البحوث الإسلامية وجبهة علماء الأزهر رفضوا رفضا قاطعا تأجير الأرحام، معتبرين إباحته خروجا على الدين. وما أثار المفاجأة فتوى أزهرية للدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية، اعتبر أن تأجير الأرحام جائز شرعا مشترطا هدف الإنساني وليس الغاية التجارية. أما في لبنان ففي حين تعتبره الكنيسة ومجمع الفقه السني انتهاكا للكرامة الإنسانية، يرى فقهاء الشيعة أن التحريم أو الإجازة يختلف بحسب المرجع المقلد. من الناحية القانونية، مسألة استئجار الرحم لم تحسم بعد في العديد من الدول العربية وحتى الغربية، فما زالت كل من ألمانيا، سويسرا، إيطاليا، إسبانيا وفنلندا تمنع الاستئجار، وفرنسا ما زالت تدرس إجازته قانونيا. المسألة لا تتوقف عند الناحية الدينية والقانونية فحسب، بل تمتد اجتماعيا ونفسيا، وتطرح الكثير من الهواجس بين الحاجة الإنسانية واختلاط الأنساب وتفلت الظاهرة دون قواعد تحكمها. إنسان، التهمة تأجير الأرحام، الحالة الحاجة، حاجة ست محرومة من الخلفة قصاد حاجة ست محرومة من الفلوس. تأجير الأرحام قضية شغلت الرأي العام العربي والعالمي وأثارت جدل كبير، جدل ديني وجدل أخلاقي. التطور العلمي حل مشاكل كتيرة ومنها مشكلة الخلفة، فأتاح لست محرومة من إنها تشيل ضناها في رحمها تأجر رحم بديل يشيله عنها 9 شهور وتاخده لما يتولد وتمارس أمومتها بشكل طبيعي. لكن بيبقى هذا التطور عليه شبه إجماع بأنه مخالف للشرائع السماوية وللقانون وربما للإنسانية، ومثار خلاف وجدل بين مؤيد ومعارض. حلقتي الليلة في بدون رقابة تجمع بين 6 حالات من أصحاب الغايات وأصحاب الوسيلة. الأطفال زينة الدنيا وهم غاية لبني البشر، الفقير والغني منهم، وتأجير الأرحام ظاهرة تحولت لواقع وأصبحت وسيلة، وبين من يحلم بالأطفال وبين من يؤجر الأرحام أصبحت هناك صفقات. طرفي الصفقة هم ضيوف الليلة في بدون رقابة. الطرفين ليهم مبررات، مين مبرراته هتكون مقنعة ليكم أكتر؟ أرجو أن تكون هناك إجابة ولا نصدل ستار هذه الحلقة بالحيرة فقط. هبتدي برأي العلم الأول، لأن العلم مهم جدا في قضايا من هذا النوع. قبل ما تطرق لرأي الدين وقبل ما يكونوا معايا الحالات الستة، معانا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة دكتور هشام صالح، استشاري نساء وتوليد وعضو الكلية الملكية لجامعة لندن. مساء الخير دكتور هشام. دكتور هشام صالح. مساء النور.
مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. دكتور، الست اللي بتأجر رحمها وبتحتفظ بنطفة رجل وبويضة امرأة أخرى داخل رحمها طول فترة الحمل، الأم الحاضنة دي ما بتأثرش على ملامح الطفل المولود؟ تأجير الرحم نظريا اللي بيبقى نوعين، في نوع اللي هو بيبقى الزوج والزوجة اللي عندهم مرض، وبالذات بتكون الزوجة عندها مفيش رحم أو اتشال أثناء جراحة بعد نتيجة نزيف مثلا، أو تم استئصاره لوجود ورم ليفي أو في انسداد في الأنابيب أو في التصاقات في الرحم. نعم. ويستحيل علاجه في الحالات دي بره، في بعض الدول، الدول محدودة جدا، بقى في وسيلة لمساعدة هذه السيدات وهو استئجار رحم بديل، على أساس أنه الجينات بتاعة الأب والأم مكونة من الأهل اللي هم عندهم مشكلة، وبيستخدم الرحم وسيلة كنمو بس. يعني هنا بتكون صاحبة البويضة هي الأم، هي الست المحرومة من الخلفة، عايز تقول حضرتك؟ هو طبعا لو يعني حل بسعر مكلف جدا، اولا من ناحيه ان السيدات اللي بتقبل ان هي تؤجر الرحم ده ليها كاركتر معروفه، يعني الموضوع زي ما حضرتك تقدمتي وقلتي بقى له سنين من الثمانينات، وفي لغايه دلوقتي اغلب السيدات اللي تبرعوا او اجروا كانوا ليهم صفه ان هم يعني عندهم مشكله في ماديه، والقوانين كلها من يعني من 85 في انجلترا كانت تمنع استخدام هذه الوسيله، وحديثا يعني لغايه 2009 طلع القوانين بتحدد، بس بتشترط عدم دفع مبالغ الا مبالغ تكلفه العمليه وتكلفه الرعايه والابحاث اللي بتتعمل. ده فين يا دكتور؟ ده فين طلع القانون ده؟ فين هو؟ في بلاد كتيرة، من أكتر بلد دلوقتي بتحصل فيها الحكاية دي الهند. وصلت لمرحلة إنتاج صناعي، يعني يليها المملكة المتحدة وأمريكا، وبقى في تنافس بين أمريكا والهند. أيوة. إن الاتنين عندهم إنفراستراكشر طبي كويس. أيوة. لكن التكلفة في الهند هتبقى أقل بكتير قصاد التكلفة اللي هي في أمريكا ثلاث أضعاف، لكن قصاد كده ممكن ياخد الجنسية الأمريكاني. طيب الموضوع بقى فيه كوميرشاليزيشن أكتر. طب دكتور هشام، مين الأم؟ صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم؟ الأم. نعم. بناء على القوانين اللي ماشية لغاية دلوقتي، إن في البلاد اللي حللت وطلعت قوانين زي مثلا إسرائيل، بتبقى الأم اللي هي صاحبة البويضة. لا عفوا يا دكتور، انا ما بسالش على القوانين، انا بسال على علميا حضرتك، علميا مين هي الام؟ هي صاحبه الرحم ولا صاحبه البويضه؟ لا، علميا صاحبه البويضه. صاحبه البويضه، صاحبه البويضه. والقانون بيمشي كده على اساس ان هي صاحبه البويضه، وان هي الام اللي هي بتاجر الرحم دي مجرد فتره مؤقته بتساعد على سبيل التبرع او على سبيل عائد مادي. ولكن طبعا احنا يعني عارفين ان اثناء التسعة اشهر دول الام بتاكل البيبي ده، وقد تتعرض لمشاكل بسبب الحمل زي اي واحده ست حامل. نعم. من اول الحمل قد يعني بيبقى يكون مستعصي، ساعات ناس بيرتفع ضغطها، في ارتفاع في السكر، ساعات يحصل ولادة مبكرة، نزيف رحمي قد يؤدي إلى وفاة الأم. فهو اللي هي اللي مأجرة الرحم، الأم الحامل، ده سعر جامد جدا، الست اللي هي بتؤجره يعني مكلف جدا. ده غير إن العلاقة النفسية بين الأم واللي هي صاحبة الجنين الأصلية اللي هي معاها جيناتها ومعاها البويضة بتاعتها ما تعبتش في الحمل خالص. وموضوع الامومه يعني مش مجرد ان انت بتاكليه،
لا انت بتاكليه وبتحسي بيه اثناء يعني الام اللي هي بتحسي بيه جواكي، البيبي بتحسي بحركته. نعم، الام البديله، خليني اقول الام البديله يا دكتور، هل ممكن الطفل ياخد منها اي صفات وراثيه لان هي لانه بياكل اكلها بيشرب شربها، الدم اللي بيجري في عروقه برضو بيبقى من جنبها، هل ممكن ياخد اي صفات وراثيه من الام اللي هي نظريا مش صاحبه البويضه؟ نظريا لا، لكن احنا عندنا عدد الحالات اللي تمت في كل بلاد العالم اعداد قليله، قد يكون في وفي دليل علمي على كده ان في بعض الاجسام المضاده اللي بتبقى الام اللي هي بديله بتديها للطفل ده وبتدي له مناعه، وقد يكون في بعض المواد البروتينات اللي بتديها بتخش في تركيب الانسجه بتاعته وتظهر بعض الصفات في على كبر، مش لازم تكون بتظهر في الفتره الاولانيه. وده من ضمن الحاجات اللي في الشرع، يعني لما واحده ترضع ودي فترة قليلة، يعني الرضاعة مثلا الشرع بيقول لك 5 رضعات مشبعات، وبعض الأئمة بيقولوا رضعة واحدة. لو ست رضعت واحد جنين مولود اكتمل نموه وبيحرم الزواج بين ابنائها وابنائها، وده غالبا بسبب طبي، يعني قد يكون بقى أخ لأن في جينات أضيفت ليه. فما بالك واحدة قعدت بقى 9 أشهر عمالة مش 5 رضعات ولا رضعة واحدة، 9 أشهر، فأكيد احتمال كبير إن يكون في انتقال لبعض الصفات. نعم، إيه موقف نقابة الأطباء من عمليات تأجير الأرحام والتلقيح؟ يعني الدكتور اللي ممكن إن هو يقوم بعملية زي دي بيبقى إيه، بيقع عليه جزاء من أي نوع؟ هو يعني في الاداب المهنه في نقابه الاطباء المصريه في الباب الاول الماده 9 بند بيقول ان ممنوع ان احنا نقدم اي خدمه طبيه الا بعد ثبات صحتها وسلامتها والترخيص بيها. وفي بند في الماده الثالثه من القانون بتاع المهن الطبيه في مصر اللي هو يختص بالعمليات اللي ذات طبيعه خاصه اللي هي تقع تحتها حكاية استئجار الأرحام، بند صريح اللي هو 45 بيقول لا يجوز نقل أجنة إلى أرحم أم غير شرعية، ويبقى فيه عليها يعني مجازاة وممكن قد يشطب من سجلات النقابة ويمنع من مزاولة المهنة. البند اللي بعده كان استنادا للفتوى الشيخ الازهر الراحل الشيخ طنطاوي سنه 2002 لا يجيز الحكايه لانه في يعني من ناحيه الزواج الشرعي حصل كده عدم التزام بالوسيله الشرعيه في الزواج. دكتور هشام، لو ام بديله، خليني أقول حملت بطفل لعائلة من جنسية عربية، وجت في سنة من السنوات تانية حملت بطفل آخر من نفس هذا البلد العربي، وكبروا الولدين دول وحبوا بعض واتجوزوا، علميا هل هم إخوة رغم أن دول من بويضة مختلفة عن البويضة الأخرى علميا؟ علميا قد يكونوا إخوات، يعني قد يكونوا اخوات استنادا لان في اخوه بين الناس اللي رضعوا، فطبعا فيها شبهه كبيره. طيب سؤال اخير يا دكتور، النوعيه دي من العمليات بتاثر على صحه الام البديله، يعني بيتم تلقيحها يعني بطرق صناعيه للحمل مش بالطريقه الطبيعيه، فهل ده ممكن ياثر عليها انها ما تحملش بعد كده، تحصل لها مشاكل معينه كحمل طبيعي؟ هي المضاعفات اللي كل الستات الحوامل معرضين ليها، لكن لو انتهى الحمل نهاية طبيعية وده في الغالب بيبقى الحكاية بيبقى ما تعرضتش لأي مضاعفات.
شكرا للدكتور هشام صالح من القاهرة، استشاري نساء وتوليد وعضو الكلية الملكية بجامعة لندن. رأي العلم مهم جدا ورأي الدين مهم، ولربما بيكون الأهم عند ناس كتير. أكيد ما نقدرش يعني نختاب أيا من الأديان السماوية. رأي الدين المسيحي حنسمعه من بعده، حناخد مداخلة عبر الأقمار الصناعية من القاهرة من فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، لنعرف رأي الإسلام في هذا الموضوع. حاليا نسمع ونشوف سوا كلمة من حضرة القمص القبطي الأرثوذكسي صليب متى ساويرس، نسمعه ونشوفه سوا. مشكور على هذه المشاركة، تفضل. بسم الله وابن القدس الإله الأمين. الإنسان السعيد هو الإنسان القريب من الله، كل ما كان إنسان قريب من الله كان سعادة أكثر، والإنسان لازم يلتزم بوصايا وطاعة ربنا. وربنا لما خلق الإنسان خلقه لإسعاده وميزه عن بقية الكائنات الأخرى بأنه هو بالنطق وبالمعرفة وبالعلم. بالنسبة لموضوع بقى تأجيل أرحام ده يعني أنا بعتبره غير صحيح وغير سليم دينيا ولا حتى عقليا. ليه؟ لأن المفروض أن إيه زي ما قال كتاب السيد المسيح لو المجد المرأة وهي ترد تحزن لأن ساعتها قد جاءت. لكن متى ولدت إنسان تفرح به في العالم؟ فالأم بتفرح أن يجي لها ولد أنه تغذى في أحشائها مدة 9 شهور وتغذى بدمها وتغذى بحياتها، وهذا الجنين أو هذا الثمرة ديت اللي هي خرجت من أحشائها دي بتكون نفسها واخدة صفات الأم، وطبعا الجينات اللي هي مركبة من الحيوان النانوي أو البويضة بتاعت الأم. لو حطناها في رحم امرأة أخرى هتبص تلاقي إيه، يبقى الولد إيه لأمين. إزاي بقى لأمين؟ أم إزاي هتشعر بعاطفته ناحية ابنها اللي هي تربى في دمها، أو إنها أم جايباها جاهز كأنها واحدة اشترت حاجة جاهزة، سلعة جاهزة. وفي فرق بين الواحد إن هو لما بيشتري سلعة جاهزة غير حاجة هو إيه بيصنعها أو بتبقى في أعماقه، فبالتالي مش هيبقى نفس في شعور الأمومة، بتلغي شعور الأمومة. فكيف يمكن إن إيه واحدة بعيدة خالص عن هذا الشعور وبعدين تلاقي نفسها كده ولد؟ أعتقد إن ده حتى تفشل في تربيته، مش هيبقى فيه العواطف، مش هيبقى فيه الحب، مش هتديله الحنان اللي المفروض إن إيه تبثه في إيه في ابنها، حتى نفسه هو مش هيشعر ده إن دي أمه. وده أعتقد ده شيء غير صالح وغير جيد، ده بعتبره جموح من الإنسان إن هو عايز واحدة مثلا توفر نفسها، تقنع نفسها إن هي يعني إنها خلفت لكن هي ما خلفتش، ربما البويضة دي ما كنتش من عندها، ما احنا مش عارفين عملية التلقيح دي هتتم إزاي، سواء بالحيوان المنوي بتاع الأب أو الإيه بويضة الأم. فبالتالي ده يعني يعتبر أنا نوع من الزنا المرفوض من الناحية الدينية. وأهم حاجة إن إحنا نعيش في الحياة الطبيعية اللي ربنا خلقنا بيها، خلقنا على صورته ومثاله. ربنا يبارككم جميعا. شكرا لحضرة القمص القبطي الأرثوذكسي صليب متى ساويرس على هذه المشاركة. وسمعنا رأي الدين المسيحي أنه هو بيرفض وبيحرم مثل هذه العمليات. معي على الهواء مباشرة حول الحلال والحرام عبر الأقمار الصناعية من القاهرة فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية. فضيلة الشيخ السلام عليكم. أيوة نعم، أهلا وسهلا. في قاعدة معروفة أن الضرورات تبيح المحظورات، حلم الأمومة والأبوة عند غالبية البني أدمين بقى ضرورة وضرورة الضرورات، هل هذه الضرورة تبيح تأجير الأرحام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة الأمومة دي عاطفة طيبة وعظيمة وغريزة من الغرائز التي أودعها الله سبحانه وتعالى في بنات حواء، فكل امرأة تشتاق لأن تكون أما، أن يكون لها ابن أو ابنة، وأن
تعيش الأمومة بكل معانيه، إنما هذه ليست ضرورة تبيح المحظورات في الدنيا. فتأجير الأرحام حرام ولا ينبغي مطلقا أن نقربه، لأن تأجير الأرحام بيعني أن نضع مني رجل وبويضة امرأة أخرى في رحم امرأة ثالثة أو ثانية. هذا يشبه إلى حد كثير الزنا، كوني أضع ماء رجل في رحم امرأة ليس زوجة له، هذا حرام ومرفوض وغير مقبول، والإسلام يجرمه ويحرمه ويمنعه. ثانيا، المرأة التي نضع فيها مني رجل وبويضة امرأة، هذه المرأة هل ستكون أما أم التي أخذت منها البويضة هي التي ستكون أما؟ سيعيش 9 أشهر في رحم الأم التي زرع فيها هذا الخليط من المني ومن البويضة، سيتغذى من دمها وسيأكل من طعامها وسيكتسب جيناتها، وبالتالي سيكون فيه كل خصائصها وكل صفاتها وكل ما فيها. وهي بعد أن حملت 9 أشهر هل ترضى وتوافق على أن تعطيه لامرأة أخرى وتسلمه لامرأة أخرى تأخذه هكذا؟ العلم حل هذا كله، وضع له حلولا طيبة وجيدة، وهي أطفال الأنابيب والحقن المجهري بشرط أن يكون من ماء الرجل وبويضة زوجته، وهذه حلول أباحها الإسلام. نعم. وحلها الإسلام، وهي حلول طيبة فضيلة الشيخ يلجأ إليها الناس، ومواطن الإخصاب موجودة في كثير من المجتمعات الآن. نعم. التي تأخذ ماء الرجل وبويضة زوجة وتخصبهما معا ثم تزرعهما في رحم الزوجة بعد الإخصاب، فلا يحل مطلقا أن يؤجر رحم امرأة لامرأة أخرى أو لرجل آخر. فضيلة الشيخ، هناك من ستات يعني البويضة عندهم مش موجودة يعني، أو مش قادرة أنها تحمل ببويضتها، فبالتالي بتضطر أنها تستخدم بويضة امرأة أخرى. أولا، هذا قدر الله لها وهذا أمر الله لها، وهو الذي قال لنا هذا. قال لنا إيه؟ ولله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عليما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. يعني إذن هذه إرادة الله وهذا هو أمر الله الذي لا ينبغي مطلقا أن نتجاوز أو نتخطى أو نبعد عنه. طيب، بس فضلتك حضرتك قلت إن هو زنا، وهناك رأي مضاد بيقول إن هذه العملية ليس فيها وطء محرم فلا تعتبر زنا. يعني هناك دكتور عبد المعطي بيومي، وهو عضو برضو مجمع بحوث الإسلامية، وأيضا هناك نعم. فتوى الشيخ دكتور موسى شاهين لاشين والأستاذ الدكتور المرحوم عبد الصبور شاهين أيضا، هذا التضارب في الآراء خلق جدل عند بعض الناس، وخلى بعض الناس تقول طالما أن في حد فتى أو حلل يبقى مش حرام. هذه آراءهم الشخصية. أما مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فقد حرم تأجير الأرحام ومنعه ورفضه ولم يجزه، وكان ذلك بالأغلبية الساحقة عدا عضوا واحدا هو الذي قال بذلك وأجاز ذلك، وهو الدكتور عبد المعطي بيوم. فضلتك، في إيران، وإيران بلد إسلامي شيعي، من زمان أجازوا هذا الموضوع، من 30 سنة تقريبا. فمعلش اعذرني، يمكن انا برضو بحاول انقلك اراء الناس والحالات اللي هم موجودين عندي النهاردة وعملوا الحكاية دي او هيعملوها.
لضرورة إنسانية طبعا هم شايفين إنهم بيعملوا كده. في إيران أجازوا الموضوع ده من 30 سنة، وهناك عضو واحد من مجمع البحوث الإسلامية أجاز، ده لوحده كفيل إن هو يخلق بعض الحيرة عند الناس اللي هم مضطرين شايفين نفسهم عايزين الموضوع ده. ذلك رأيه الشخصي، أما الذي يحتاج إلى هذا الموضوع فهو يعاند أمر الله. وأنا قلت إن هناك الحقن المجهري وهناك أطفال الأنابيب، وهذه وسائل علمية حديثة اخترعت حديثا، وهي حلال طالما ماء الرجل وبويضة الزوجة، أما غير ذلك فلا يجوز ولا يصح، لأن ماء رجل أجنبي سيدخل رحم امرأة أجنبية عنه ففيه شبهة الزنا، وهذا لا يجوز في الإسلام ولا يحله الإسلام. قد يكون لبعض إخواننا الشيعة رأي في ذلك، ونحن نختلف معهم في بعض أمور الفقه، فقد يكون هذا من الاختلافات التي تقوم بيننا وبينهم في مثل هذه الأمور إن كانوا قد أجازوا ذلك. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هل هذا الموضوع قفل نهائيا، يعني في فتوى فيه صريحة نهائية، ولا هو لسه موضوع جدل؟ لا، هو حين يفتي مجمع البحوث الإسلامية بالإجماع عدا عضوا واحدا فيصير ذلك فعلا حراما ولا ينبغي. لدول 40 عضو في كل التخصصات، وبالتالي لا ينبغي تجاوز هذه الفتوى وهذا القرار وهذا الرأي، وإنما ينبغي أن نلتزم به وأن نطبقه. طيب فضيلة الشيخ، لو صاحبة الرحم، خليني أسأل السؤال ده لأن الموضوع شئنا أم أبينا بيحصل وبيحصل بشكل غير قانوني، لو صاحبة الرحم أجرت رحمها لأكثر من أسرة وحصل في المستقبل تزاوج بين أبناء هذه الأسر، إيه حكم الشرع؟ أولا هذا حرام، لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي، وهذه صارت مهنة، التي أجرت رحمها أكثر من مرة صارت مهنة وحرفة، وهذا لا يجوز، لأنه نفس تجارة الرقيق التي كانت قديما، امرأة تمتهن تأجير رحمها كالمرأة التي تبغي وتمارس البغاء بأجر، هذا هو نفسه، لا يختلف هذا عن ذاك مطلقا يعني. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، والصورة وضحت. شكر الله لك وبارك فيك وجزاك خيرا إن شاء الله. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، ألف شكر، مع السلامة. زي ما قلت لحضراتكم، معايا 6 حالات النهاردة أطراف الصفقة زي ما أنا مسمياها، المؤجر والمستأجر، نسمعهم واحد واحد وحنسمع تبريراتهم واحد واحد، لكن قبل ده سألنا سؤال للناس في الشارع، أنت ضد أو مع تأجير الأرحام؟ بطبيعة الحال لازم يكون هناك مؤيد ومعارض، بس ليه؟ تفضل. تعملي بيبي من ناس تانية، أنا ضد. شيء مش مستحب كمسلمين حرام. في بديل، في طفل الأنابيب، في كمان الطب تطور يعني كتير يعني. ما بيجوز زي ده. على حسب ما بقرأ وحسب ما علمي إني حرام، وبعدين كمان اختلاط الأنساب يعني. لو إنسان محتاج إن هو يأجر الأرحام فيعني ببساطة ما فيهاش حاجة، مش حرام ولا حاجة. على أساس أنه يبقى عدم الحرمانية راجع، مفيش اختلاط أنساب، خلاص بتفق بقدر الله، هيك ربه بده ربه بده. بالنسبة لي أنا عندي أولاد وفرحانة وربنا رضاني، أنا ممكن أعملها دي لو أنا في صحتي وفي إمكاني أن أعملها كده، لكن ما أخدش عليها أجر، لأنه رح يصير الولد ابنه وابن زوجته كمان ابن المرة اللي حيصير. أنا برفض فكرة تأجير الأرحام، لأنه ده حاجة ضد الشريعة وضد الإيمان وضد الله. ليش لا؟ مثل بأمريكا يعني، ليش لا؟ يعني واحدة مش قادرة تجيب ولادها، رحمة صغير أو هذا حدا بس بيعمل، ليش لا؟ حرام تأجير الأرحام،
او لا يجوز تأجير الارحام مطلق لانه يخرب التكوين مال الاسره. تأجير الارحام بعدين معكم بقى ما تعصبونيش انا عصبي. حرام للخليفه. انا ضد الفكره ورأي ان هي مخالفه لدين الاسلام يعني ما فيش كلام يعني. انا ما عندي اولاد كمان وما عملت اسف. يعني ازاي دي حاجه ما بتتأجرش، دي حاجه كل واحد رحم بتاعه خاص بيه. مش انا ما ينفعش اروح اجر رحم واحده تانية عشان تشيل البيبي بتاعي. على كل شيء فيه له دواعي انسانيه ودواعي طبيه ما في مشكله بتهيألي. اكيد ده ضمن الضوابط القانونيه والاخلاقيه ويكون مردوده مردود انساني. لان القران الكريم بتاعنا قال ايه؟ يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الاناث ويخلق من يشاء عقيما. بتخوف ايدي اذا تفلتت وما كان في لها قوانين تحكمها وتحميها بتخوف بعدين اكيد. هذا شيء طبيعي. انا ضد فكره تاجيل الارحام لان ديت حرام مخالفه للشرع. لا في اوروبا عادي لكن احنا عندنا كشرقيين ممكن نتبنى. مش سهله ومش طبيعيه صراحه. ام تحمل وبعد كده يروحوا واخدين وكده، حتى لو هو هي مأجره زي ما بتقولوا كده بيعتبر خلاص شاليت وابنها. هي كانسانيه ان هو ممكن ان ام تاني تشيل الجنين في بطنها بحيث انها ترجعه لامه الاصليه، علشان يعني هي كنوع من انواع الانسانيه. يعتبر زي الانسان اللي هو بيزني وبيجي بعد كده ياخد ولاده من حد تاني. ضيفين كل منهم حالة مختلفة عن الآخر. واحدة هتأجر خلاص بعد شهر وواحد لسه بيدور عايز يأجر. أستاذ مجدي هستسمحك لأنك أنت اللي معايا في النور، شرفتني الأول والحمد لله على السلامة. أستاذ مجدي سلطان من مصر جاي لنا، معايا أيضا هند. هند أيضا من مصر، هي ضيفتي اللي في الضلمة. هبتدي بهند وبعد كده أسمع حكاية الأستاذ مجدي سلطان. هند مصرية عمرها 22 سنة، هربت من بيت أهلها عشان كانوا عايزين يجوزوها لراجل أكبر منها في السن عشان يساعدهم ماديا للفقر. طبعا عاشت هند مع صاحبتها، تعرفت على شاب اتجوزها عرفي وأجهضت مرتين واتطلقت لأن أهله كانوا رفضينها كزوجة. رفضت هند عرض صديقتها في ممارسة الدعارة وفضلت أنها تلتحق بدار تأهيل الفتيات اللي اشتغلت فيها وأكملت تعليمها، وتعرفت على سمسارة بتزوج فتيات لكبار في السن من العرب. عرضت على هند هذه السمسارة الزواج من عربي متقدم في السن، رفضت هند. عرضت عليها أيضا إن هي تشتغل في الدعارة ورفضت برضو هند، فعرضت عليها صفقة تأجير رحمها لزوجة زوجة رجل أعمال مقابل 40,000 جنيه مصري. هنا قبلت هند. عشان ايه؟ عشان تأجر شقة. وخضعت بالفعل هند للفحوصات الطبية وهي دلوقتي مستنية وصول رجل الأعمال من الخارج لإجراء الصفقة في شهر نوفمبر القادم. مظبوط كده يا هند؟ اه تمام. اولا حكايتك من البداية بتهربي من غلط لغلط، يعني رفضتي انك انت تتجوزي راجل اكبر منك في السن بعشرات السنين، ده حقك، بس هربتي من البيت وتجوزتي عرفي وهربتي من المشي البطال ودلوقتي عايزة تأجري رحمك. هي الدعارة حرام وتأجير الرحم حلال؟ هو ممكن يكون بس ذنب اخف من ذنب. ذنب اخف من ذنب. وجهة نظر جايباها من جواكي ولا وجهة نظر سألتي فيها؟ لا طبعا من جوايا. بس هل ده غلط وده غلط؟ هو ممكن يكون الدعارة او المشي دوت غلط تام، يعني غلط ما فيهوش تفكير. اوكي، لكن ممكن الغلط ده ممكن بني ادم بيتخاضع مثلا. لان هو طبعا ده حاجة غير ده، يعني انا شايفة ان ده غير ده، لان ده العملية بتحصل عن طريق طبيب، ما فيش حد بيجي جنبك. يعني مفيش مضاجعة، ما بتتمش مضاجعة، ولكن رأي الدين لا. واضح. يعني أنا كان معانا فضيلة الشيخ حاليا لسه قايل إن
يعني الشرع حرمه تماما. رأي الدين المسيحي والإسلامي واضح في الموضوع ده يا هند. طب انت حاولتي تسألي رجل دين؟ لا بصراحة لا. طب هل انا دلوقتي قلت لك ان رأي الدين حرام مش خايفة انك تبقي في نظر الشرع زانية؟ ما هو المشكلة ان في ان العملية بتحصل عن طريق دكتور، ما فيش حد بيجي جنبي. انا مقتنعة بيها ان هي مثلا مش حرام لاني ده دكتور طبيب حد بيعملها لي، حاجة بعيدة عني خالص، يعني بتتم عن طريق دكتور. انت هتقبلي صفقة تأجير الرحم عشان 40,000 جنيه؟ يعني حوالي 8,000 دولار. هتأجري بيهم شقة 8,000 دولار، يعني كمان مش هتشتري بيت تمليك، يعني الفلوس هتخلص ومش هيبقى معاكي ولا مليم تاني. وقتها هتعملي ايه؟ ممكن بس الـ40 هيعملوا مثلا معايا حاجة، ان انا المفروض ان انا مش يعني حاليا المفروض ان انا مش من الدور، فلازم عايزه اي مكان بس افضل فيه لحد مثلا ممكن المبلغ يساعدني لحد مثلا ما اشوف شغلي مثلا ان هو مثلا يكون راتب عالي شويه. طب انا هعمل محامي الشيطان هنا وهقول لك 40,000 جنيه وهتدي لهم حته من لحمك ودمك، لانك انت اللي هتخلفيه. 8000 دولار ده مش رقم. مش انا حاجه حضانه، بس حاجه حضانه، انا مقتنعه ان هو مش حاجه مني. يعني ايه انت حاجه حضانه؟ ده هياكل من اكلك وهتتغذي عشان تغذيه، والدم اللي في عروقك هو نفسه الدم اللي هيجري في عروقه. انا ممكن بس بكون ببص لحاجه هتنفعني يعني لمده مثلا مده قليله. اوكي انا مع حضرتك، بس ليه ممكن بس تنفعني؟ لان انا دلوقتي ما فيش اي مكان ولا في اي حته، يعني ما فيش حاجه ليا، فعادي ممكن تعمل معايا حاجه. ليه ما طلبتيش اكتر؟ ليه ما طلبتيش اغلى؟ ممكن اطلب، ما جاش في دماغي ان انا اطلب اغلى. هي مثلا هي ادتني المبلغ فانا وافقت ان انا محتاجاه. انا محتاجاه بجد. انت كل اللي عايزه تعمليه انك تهربي من اهلك؟ لا انا دلوقتي قاعده في دار فتاه، فهو المفروض الدار بيجي عليا سن معين المفروض ان انا امشي. بس انت ليه رافضه تعيشي ببيت والدك؟ ما انا دلوقتي هم صعايده جدا، فانا لو رجعت هتبقى تحصل مشاكل، ده ممكن يقتلوني فيها، تحصل مشاكل كتيره جدا. فمش هينفع ان انا اروح خالص. تماما. في الدار عارفين بحكايتك؟ عارفين. وقالوا لك ايه؟ هما ممكن بس بيكونوا عايزين يصلحوا بيني وبين اهلي، بس انا رافضه. طب ليه ما تحاوليش؟ انا ممكن احاول عن طريق حد صاحبي او عن كده، بس انا برضو عايزه ارتب اموري الاول. في الدار عارفين انك هتأجري الرحم؟ لا صراحه هي صاحبتي بس اللي كانت معرفاني على الست ديت، هي اللي عارفه. طب بطنك هتكبر يوم بعد يوم. أيوة. وهتسمعي قلبه او قلبها وتحسي ان في بيبي بيتحرك جواكي، هتخافي عليه من قبل ما ينزل. اول ما تولدي وهو بينزل وهتشوفي عذاب الولاده شكلها ايه، انت ما ولدتيش قبل كده ومش عارفه. أيوة. هتحسي ان هو حته منك وان ده ابنك. ممكن وارد انك ترفضي تديهولهم؟ لا احنا دلوقتي ماشي على مبدا انا هاخد كذا وانتوا هتاخدوا كذا. هو اكيد طبعا صعب جدا جدا طبعا، بس هو انا محتاجه الفلوس. مش حاطه احتمال انك انت ممكن تتعلقي بهذا المولود؟ لا هو عامه يعني هم مش هيدوني فرصه ان انا اتعلق بيه، هو هينزلوا وهم هياخدوه خلاص على كده. موضوع انتي، انا هاخد الفلوس وخلاص. هو اكيد طبعا موضوع صعب في كل حاجه من اوله اصلا صعب، بس يعني الواحد مضطر. مش خايفه على صحتك يا هند؟ اكيد طبعا. عارفه لو كنت قلتي لي انا بعمل الموضوع ده عشان بعد انساني كنت بصيت للحكايه من نظره تانية، بس انت عاملاه عشان قرشين، والقرشين دول 40,000 جنيه زي ما هيجوا كده. انا عارفه انهم بالنسبه لك مبلغ دلوقتي، بس هيطيروا، وبعد كده ممكن تبرري لنفسك اي سكه عشان خاطر الفلوس، عشان تقولي انا محتاجه للفلوس دي. لا دلوقتي لا كنت بررت في الاول، ما كان قدامي الموضوع ده، كان قدامي من ساعه ما مشيت من 3-4 سنين كنت بررت من الاول. بس لا انا رافضه موضوع الغلط ده تماما، فانا شايفه ان الموضوع ده مش غلط لاني ما فيش حد هيجي جنبي. بس انا يعني انا ممكن مثلا اكون يعني عايزاه او متحمسه له لاني فلوس هتيجي من غير ما يكون ما حد هيلمسني او حاجه زي كده. يعني
يعني ممكن بعد كده تبقى شغلانه بالنسبه لك؟ لا طبعا مش شغلانه ولا حاجه، انا ان شاء الله كده رست اموري وكده، بس حاليا حاليا انا ماليش مكان، يعني الدار مستضيفني كده بس حاجه كده شافقه بس. طالما انك انت بتقولي انك عايزه تظبطي امورك وبعد كده تحاولي تصلحي مع اهلك، انا هنصحك من دلوقتي لانك لسه صغيره وصغيره قوي اوكي، وده مش حل. واربعين الف جنيه انا هسمح لنفسي ان انا اقولك بيضحك عليكي، لان العمليات دي لما بتتعامل بمبالغ كبيرة جدا، لانك انت مش بشجعك انا كده، انا بقولك الكلام ده عشان ترفضي مش عشان تطلبي زيادة. يعني انا دلوقتي ما بتكلمش بلسان محامي الشيطان، انا بكلمك كانسانة حرام بيضحك عليكي والفلوس دي هتطير والإيجار هيخلص وهتبقي محتاجة شقة تمليك، هتعملي إيه بعد كده؟ صلحي مع أهلك واشتغلي شغل زيادة وطلعي قرشين زيادة واتجوزي وخلفي من صلبك أحسن لك. مش اوكي، ما هو ده اللي هيحصل، بس هو انا لازم برضو ان انا اعملها، لان انا استحاله اتكلم مع اهلي دلوقتي خالص في اي حاجه. كل اللي شاغلني دلوقتي حاليا في حياتي المكان وازاي هقعد وهروح فين، وهو ده بس اللي شاغلني حاليا، لان انا ما فيش طريق خالص ولا حتى التليفون ولا اي حاجه يوصلني حتى الخاله لبنت خاله ان انا اقدر اتكلم ومهد لهم الموضوع ده. انا بقالي 5 سنين بره. طب ما فيش احتمال وارد ان جوزك اللي اتجوزتيه عرفي وطلقك انك ترجعي تقولي له يتجوزك شرعي ويطلقك في نفس اليوم لمجرد انك ترجعي لاهلك بصوره مشرفه؟ لا انا خلاص انا بعدت عنه بقالي كده سنه، ما فيش اي علاقات خالص بيني وبينه، ولا هو عارف انا فين ولا انا كمان عارفه هو فين، بعيده خالص. مش عارفه اقول لك ايه يا هند، ربنا معاكي. هقول لك ايه، بتمنى انك تراجعي نفسك اكتر، وزي ما قلت لك الموضوع هتندمي بعديها، صدقيني هتندمي، راجعي نفسك ماشي ان شاء الله. شكرا يا هند. استاذ مجدي سلطان، حكايتك مختلفه عن هند. حضرتك متعلم، حاصل على بكالوريوس علوم، متزوج من 5 سنين، مراتك بتعاني من الإجهاض المتكرر وعجز الأطباء عن علاجها، طلبت زوجتك منك إنك تتجوز ورفضت. رفضت. أول راجل مراته تطلب منه إنه يتجوز ويرفض. أنا واخد مراتي عن قصة حب يعني. أنا بحييك، لأ أنا سعيدة بيك. طلبت إنك تتجوز ورفضت، طلبت إنك تتبنى طفل عشان تحقق حلم الأبوة برضو. رفضت عشان بتحبها وعايز الطفل يكون منها. عندك صديق بيشتغل في معمل من معامل الإخصاب والحقن المجهري، كلمك عن تأجير الرحم وابتديت تدور عن رحم بديل. مش كده؟ بالظبط. زوجتك رافضة تماما عشان الحرمانية، وفي صراع ما بينك وبينها، هي شايفة انه حرام وانت بتصر ان لازم الطفل البويضة تكون منها. بالزبط. مش كده؟ من حقك تبقى اب. اكيد حقك، ما حدش يقدر يراجعك فيه. وشيء جميل برضو انك ترفض انك تتجوز رغم ان مراتك هي اللي ادت لك التصريح. بس اسمح لي، في شيء من الأنانية برضو، عايز تبقى أب وعايز الطفل يكون من مراتك اللي بتحبها واللي ربنا ما أرادش أن يبقى عندها يعني إمكانية للحمل، رغم أنك سألت ولقيت أن المسألة فيها حرمانية، عايز تحقق المسألة دي ولو على حساب أن زوجتك هي اللي تشيل الذنب. دي مش أنانية؟ مش أنانية. أنا يعني الست اللي احنا بندور عليها دي هتبقى وعاء مش اكتر ولا اقل. نطفه مني بويضه من الزوجه، ما هي الا وعاء مش اكتر ولا اقل. انت شايف انه مش هياخد طفلك اي حاجه من الام الوعاء اللي هيكون حامل، الدم اللي هيبقى بيجري في عروقه من الست دي، يعني مش هيبقى برضه 100% من زوجتك، هي البويضه من زوجتك بس هياخد حاجات من الام التانية، الام البديل ولا ايه؟ في ما هو موضوع غصب يعني، انت مش بتخلفي بتروحي بتعملي حاجه زي كده مع حد تاني، لا انت غصب يعني، موضوع انت مرغمه فيه. طب افرض لقيت الوعاء ولقيت واحده تكون هي الام البديل، بعد كده رفضت تدي لك الابن، هتعمل ايه والموضوع مش قانوني؟ يعني ما تقدرش تروح ترفع عليها قضيه، هتعمل ايه؟ ما جاتش الفكره دي في بالي يعني، ما جاتش الفكره دي في بالي، بس انا
الموضوع هيبقى باتفاق وهيبقى حد كويس يعني حد تكون ست كويسه، تكون ست حاسه بالقصه اللي انا فيها، حاسه بالدور اللي انا فيه. يعني هتبقى بتساعدني، فاللي بيساعدني مش هيطمع فيا. يعني هتبص للموضوع بمنظور انساني شفقة. مش مادي زي هذا. بالظبط كده. يعني انت لقيت حد فعلا؟ احنا لقينا حد، زميلي اللي هو شغال في معمل التحليل ده لقينا حد. هو المعمل ده بياخد اللي هو الزميل شغال فيه ده بياخد 20,000 جنيه. والحد اللي احنا لقيناه دوت ست، هي مطلقه ومعاها طفل، تاخد 30,000 جنيه. وخلال فتره الحمل بقى هي ان هنعمل لها شهريه ليها هي يعني. لساس تاكل كويس وتشرب كويس طب ليه رافض تتجوز؟ يعني الشرع محلل لك انك انت تتجوز ويبقى هيبقى من صلبك. انا عايز من دي. طب ما انت كده كانك مثلا مش راضي بقضاء الله هيقوله. لا مش قصه مش راضي بقضاء الله، قضاء ربنا ينفذ على اي حد، بس القصه انا عايز من دي. طب بقالك 5 سنين متجوزها، عايز من دي بقالك بس 5 سنين، وحصل حمل اكتر من مره وحصل اجهاض، جايز يحصل الحمل مره تانية، مستعجل ليه؟ ما انا بقالي 5 سنين. مش كتير 5 سنين، في ناس بتقعد بال10 سنين. كتير على الامل. عندها كم سنه مراتك؟ مراتي عندها 28 سنه. لسه صغيرة، يبقى ليه يعني جزء من حلاوة تجربة الحمل ان مراتك تحمل قدامك، بطنها يكبر يوم بعد يوم، تخاف عليها وتدلعها. بيحصل اجهاض. يحصل؟ بيحصل اجهاض. الحل ما انا بقولك عندها 28 سنة دلوقتي، يعني ليه مستعجل؟ استنى شوية مع العلاج، الطب تقدم. يعني عايز تدفع 50,000 جنيه دلوقتي ما بين المعمل وما بين الام البديلة، مستعجل ليه وهي عندها 28 سنة؟ يعني مش ست عندها 40 سنة فخايف. ما هو اللي احنا بنعمله ده علاج. لا ده مش علاج. بنعالج حالة، بعالج حالتي، يعني بحاول اعالج حالتي، ما قداميش حاجة غير كده. قدامك انك تستنى شوية. بص انا هعند في الحتة دي لاني انا شايفة ان هي صغيرة، 28 سنة لسه صغيرة، دلوقتي بيخلفوا هم عندهم 40 سنة. انا عايز من هي، مش عايز من حد تاني. طب ما انا بقول لك ليه ما تديش لنفسك الفرصه تستنى. ما بقى لنا 5 سنين. استنى سنه او 2 كمان. طب ما في قدامي ان انا يعني في قدامي الموضوع ده ان انا ممكن اعمله. طب هطوعك لو مراتك طوعتك وحملت الام البديله من بويضه مراتك وجابت لك الولد. جميل. وفي يوم من الايام مراتك اللي عندها 28 سنه دي بقى عندها 30 سنه وحملت وجابت لك ولد تاني، مشاعرك هتبقى تجاه ده اللي انت شفت مراتك بطنها بتكبر كل يوم بيه واللي بتحبها واللي عايز منها الابن، هتبقى نفس المشاعر مع الطفل الاخر؟ اولا لسه ما خلفتش عشان اعرف المشاعر دي من المشاعر دي، بس اكيد الاثنين ولادي اكيد احبهم زي بعض، مش هفصل بين ولد ولد او بنت وبنت او بنت ولد. طب هحب الاثنين زي بعض. طب طالما هتحب الاثنين زي بعض، ما انت ممكن بقى تتجوز وتخلف من واحده تانية وهتحب الاثنين برضه. وانا عايز من دي كوني ان اتاخر عليا وربنا رضاني بعد كده، ده موضوع تاني برضه احمد ربنا عليه، يعني انا كده كده حامد ربنا. انت عارف ان الموضوع مش قانوني في مصر. انا شايف يعني هي الام دي وعاء، بس مش اكتر ولا اقل. وعاء خايف من سلطه القانون. مفيش حد ما بيخافش من القانون. مين ما بيخافش من القانون؟ بس انت شفت بس ناس. بس انا ليا ظروف الخاصه، انا مش بتخطى القانون، انا ليا ظروف الخاصه اللي اي حد يلمسها يحس بيا كانسان ما عندوش طفل ونفسه ان هو يجيب طفل. شفت ناس او سمعت بحالات كانوا نفس مشكلتك وربنا رزقهم؟ حالات ازاي؟ يعني شفت مثلا حد كانت مراته ما بتخلفش او عندها مشاكل كده واستأجر رحم وخلفت لا انا ما شفتش، بس سمعت يعني. سمعت من زميلي ده، يعني هو بلغني بكده وقال لي في حد يعني، بس انا ما شفتش يعني. لسه بتحاول تقنع مراتك، مراتك رافضه. بالظبط. هل وصلتوا يعني هي زي ما احنا بنقول حطت العربيه قدام الحصان وقالت لك لا، والحرمانيه مش ناويه تتنازل هي عن الموضوع، ايه النهايه؟ النهايه انا مصمم. انت مصمم. ولو هي رافضه هتاخد منها البويضه ازاي؟
واحدة واحدة هتقنعها يعني؟ اه واحدة واحدة. أستاذ مجدي سلطان، طيب. بتمنى زوجتك اللي عندها 28 سنة ربنا يرزقها بدكتور كويس قوي يا رب. وأنا حدي لك اسمه دكتور في مصر، ربنا يخليك، كويس قوي لحالات الحمل الصعبة، وممكن توفر الفلوس دي لابنك من مراتك وتتعالج مراتك ولو سنة كمان، بقالها 5 سنين، سنة كمان زيادة. يا ريت لو في ده يا ريت، لان في ناس بتخلف بعد 10 سنين وهي لسه صغيرة، وطالما حملت مرة واتنين يبقى ممكن يظبط الحملة معاها. المسي حالتي ان انا محتاج ان انا ابقى اب. ان شاء الله ربنا يرزقك وتبقى اب باذن الله. شكرا لزوجك. شكرا استاذ. شكرا لك. ضيفين مختلفين وحالتين مختلفتين معايا دلوقتي في الاستوديو، منى سيد من مصر، شرفتيني النهارده. هستأذنك الاول نشوف حالتنا اللي في الضلمه. نهى ست مصريه موظفه خاضت تجربه الزواج لمده 3 شهور وانفصلت من غير ما تحقق حلم الامومه. رجعت نهى بعد طلاقها لبيت والدها عشان تعيش معاه ومع مراته، ولانها مش مبسوطه مع زوجة والدها وقدام عجز وعرض صديقتها اللي بتعاني من حالات اجهاض متكرره، قبلت نهى الصفقه وقررت انها تكون ام بديله. قبلت تاجر رحمها مقابل شقه ب 150 الف جنيه مصري. نهى مساء الخير. مساء النور. انت ما جربتيش الحمل وما جربتيش حلم كل ست في انها تكون ام، ويوم ما تقرري تحملي تأجري رحمك لام تانية مش صعبة شوية؟ اكيد المسألة صعبة ومحتاجة تفكير كتير، لكن كان لازم افكر واخد قرار في الاخر. طب انت دلوقتي حامل في الشهر الكام؟ الاول. في الشهر الاول. طفل جواكي هيكبر احساسك بيه يوم بعد يوم، يعني انت دلوقتي لسه مش حاسه؟ لا اكيد حاسه، واحساس صعب جدا مش اي واحده تقدر تستحمله. بس ده موقف ولازم اتعامل معاه. قلتي للناس اللي حواليكي؟ لا طبعا. هتعملي ايه لما بطنك تبتدي تكبر؟ أكيد الناس عندها وجهة نظر وبتلاحظ كل حاجة بكل تفاصيلها، فده محتاج مني شوية إجراءات عشان أقدر أستعد لموقف زي ده. هتعملي إيه يعني؟ هتسافري؟ خدت إجراءات وخدت أجازة من شغلي. وهي وفرت لي مبلغ مادي عشان خاطر أقدر أتعامل مع حياتي. بس مش خايفة مثلا وانتي نازلة من الشقة ايا كان الحتة اللي انتي قاعدة فيها رايحة للدكتور؟ خلي بالك انه النهاردة حياتنا ليها شكل مختلف، ففي اسلوب في اللبس ممكن نتعامل بيه مع الموضوع، فما يبقاش الموضوع اوفر قوي. اديتيها رحمك وبويضتك ولا استعملتي بويضتك وبويضة صديقتك في الحمل؟ لا استعملت بوايدة صديقتي في الحمل. طيب حتى لو كنت في الصفقة دي عبارة عن وعاء، ماشي اعذريني للوصف، عبارة عن وعاء لنفسها يعني، مش بتاعتك. يعني هستأذنك، أنا أسفة جدا على الإكسبريشن لأني مش موافقة على كلمة وعاء. أمال أنت وعاء؟ أنت تقدري تحطي في الوعاء أي حاجة وتدلقيها في أي وقت. لكن حضانة مسألة مختلفة. والحضانة هتدلقيها ولا ايه يعني؟ بمعنى؟ يعني بمعنى طيب ما انت احنا بنقول نبتة في وعاء انك انت بتربيها وبعدين بتسلميها لشخص اخر. حضانة يعني مكان بيبقى فيه رسالة مهمة جدا. المكان دوت بيبقى فيه احساس وامان لغاية ما نوصل الرسالة الجميلة دي لصاحبها وبتنتهي المهمة وبس كده. كان ممكن كلامك ده يتقبله الواحد لو انت عاملاه بدون مقابل مادي؟ اعتقد ان احنا زمننا النهاردة ما ينفعش اتكلم في قضية زي دي واقول مقابل مادي او مش مقابل مادي. احنا في زمن بيتعامل مع الماديات بشكل بشع. اوكي، فاي امرأة في اي بلد في العالم هتفكر انها تاخد قرار زي دوت، اكيد هي بتحس احاسيس صعبه جدا عشان توصل لقرار زي دوت. وعشان الماده
يعني مفيش بني آدم بيضحي عشان حاجة سواء كانت بسيطة أو قضية أو مش قضية إلا عشان مقابل مادي. انت واخدة مقابل شقة بقيمة 150 ألف جنيه مصري. لو انت ما كنتيش محتاجة الفلوس دي، انت مضطرة، يعني صاحبتك ونفسك تساعديها بس كمان مضطرة لانك محتاجة الفلوس. لو انت معاكي فلوس وغنية ومش محتاجة، كنت قدمتي الخدمة دي لصاحبتك وبقيتي يعني ام بديلة لابنها؟ لا لا. يعني أنا بحيي جرأتك، يبقى بتقولي لي رسالة إزاي؟ يعني أنا اتسألت سؤال، اسمحي لي أتكلم في النقطة دي. أنت سألتي شيخ ولا لأ؟ أنا لو رحت الشيخ هيتكلم وهيتناقش بشكل هيخليني في الآخر مروحة البيت وأنا محتارة ومش راسي على قرار. هضطر أروح لشيخ تاني، هيحصل تناقض في الأمر، هحتار أكتر، مش هاخد قرار. ولو رأي الدين بالإجماع حرام، هتاخدي القرار ولا لا؟ يبقى ربنا يسامحني في الحالة دي. يعني برضو مضطرة انك تعمليها. طيب جوازك الاول ما نجحش، ما قعدتيش غير 3 شهور انت وزوجك، بس ده ما يمنعش ان الحياة لسه قدامك واكيد هتتجوزي تاني. ساعة ما هتتجوزي تاني هتصرحي جوزك تقولي له انا عملت كذا لصديقتي، حملت وخلفت بيبي واديته لها الى اخره؟ والله هو سؤال صعب شوية، لأنه في المجتمع المصري مفيش الصراحة الكاملة لمواجهة الأمور بالشكل دوت. ودي مسألة ترجع للشخصيتين، هل هو شخص هيبقى قادر على استقبال موقف زي دوت ولا لا؟ يعني دي حاجة أنا لسه مش عارفاها. طب لو هو ما كانش، لو شعرتي إن هو مش إنسان مرن ومش هيتقبل هذا الموضوع، هتمثلي عليه لو أنت حملتي إنك بتحملي لأول مرة؟ همثل ولا هكذب؟ ما هو التمثيل نوع من الكذب. طيب يبقى في الحالة دي همثل. طب لو أقولك هتكذبي عليه هتقولي لي إيه؟ صدقيني مش عارفة لأنه موقف صعب قوي، بس أكيد هكذب. إلا إذا بقى حسيت إن أنا مش قادرة أقف في موقف زي دوت وهواجهه بالحقيقة، يا قبل الموقف يا إما خلاص. اعذريني لسؤال خاص شوية، بس هي الحياة في بيت والدك جحيم للدرجة دي، لدرجة انك انت يعني في مقابل ان يبقى عندك سكن خاص بيكي تقومي بالخطوة دي؟ ألم الولادة صعب وصعب قوي، وده في حد ذاته ممكن يخليكي ان تحسي ان المخلوق ده ابنك، مش خايفه انك تتعلقي بيه، وخاصه انه هيكون قدام عينيكي لانه ابن صاحبتك وهيكبر كل يوم قدامك، مش هتقدري انك انت تهربي وما تشوفيهوش. عملتي حساب اللحظه دي؟ طبعا. و بصي، اي اتنين اصدقاء بيبقى فيه بينهم حالة من الحوار من غير كلام، اوكي؟ فده حصل بينا كتير، ومش هقولك هي وعدتني وحلفتلي ان هي تسيبني احس بالامومة ناحية البيبي، بس ده حصل بينا من غير ما نتفق. ولو جت وغيرت؟ حصل لدرجة صعبة كمان، حصل لدرجة انها بتحلفني انه لو هي شخصيا حصل لها حاجة في يوم من الايام ابقى انا مسؤولة عن البيبي. بس دوام الحال من المحال يا نهى. يعني ممكن صاحبتك دي تتغير وتغير منك لما يكبر ابنها؟ ممكن، دي مشاعر انسانية. هتعملي ايه؟ حاجة من الاتنين، يا اما ما اقدرش اتحكم في نفسي فدمر لها حياتها، يا اما ابقى انا تركيبه او كاركتر عندي قدره على التحمل فاتحكم في مشاعري واسيبها تعيش حياتها. انت عارفه انك بتخالفي القانون، ما خفتيش من العواقب لو الموضوع تعرف؟ بخالف القانون؟ دي مساله انا ما فكرتش فيها قبل كده، لكن في اكتر من ربنا؟ يعني
لو كان القانون هيتغلب على ربنا ففي امور كتير انت بتجادلي نفسك فيها كتير وبتقعي في حيره فظيعه لدرجه ان انت هتحسي بالموت. فخلاص يعني يا رب انت عالم وخلاص. انت هتولدي في مستشفى، الطفل هيتسجل ازاي؟ دي اجراءات جوزها على علم بيها ولسه ما اتكلمناش في ده، يعني لسه في شهور كتيره فلسه ما اتكلمناش في ده. يعني هتولدي في مستشفى كبيره ولا في عياده خاصه؟ لسه ما اتكلمناش في دوت، بس اعتقد انها هتبقى في عياده خاصه. مقتنعه يا نهى باللي بتعمليه؟ نهى خلاص يعني اعتقد انه الموقف تم فاكيد مقتنعه، والا ما كنتش جيت قعدت قدام الكاميرا. مش عارفه ليه حسيت انك ابتديتي تندمي من دلوقتي بلحظه السكوت. مش مساله ندم قد ما هو الم. يعني ايه تبقي في موقف صعب زي دوت وتحسي بضغوط عليكي وانتي لازم تكملي طريقك؟ مش سهل ابدا. حاجة مش سهلة يعني الموضوع لو بصنا له بالبعد الإنساني نقول المحرومة برضو من حقها، ولو بصنا له من بعد إنساني من الأم البديلة نقول برضو من حقها. علشان كده الحقيقة أنا مش عارفة أكون يعني مرنة ولا أكون رافضة ولا أكون إيه. بشكرك نهى على مشاركتك معايا وأقولك ربنا يقومك بالسلامة. بس كده وشكرا ليكي على وجودك معايا. منى سيد، منى مصرية في منتصف العشرينات زي ما احنا شايفينها، صغيرة، اتجوزت واصبحت ام لثلاث ابناء عشتهم يدوب على القد، بتمر بضوائق مادية كتير. ليها صديقة شغالة في الكويت فقالت لك ان ممكن في زبونة في الكويت عايزة مريضة بالقلب وعايزة تأجر الرحم عشان هي مش قادرة انها، الدكتور قالها ما ينفعش تخلي. وبعد كده عرفتي ان الموضوع حرام، بعد ما ناقشتي الموضوع انت وجوزك وتم القبول عرفتي ان الموضوع حرام شرعا فرفضتي رفضا باتا. انا رفضت يعني، انا بصي حالتي المادية يعلم ربنا بيها الحمد لله يعني على كل حال، وعندي ثلاث ابناء وساكنة بالايجار طبعا. يعني حد في ظروفي انا مش هقول لك بقى انا متجوزه ومتطلقه وكلام من دوت وهعمل بعد اذنك نهى عملته يعني. لا ده ثلاث اولاد في رقبتي يعني ممكن كنت انا ارضى بحاجه زي كده لكن انا ما رضيتش. رغم يعني انا بمر بظروف صعبه جدا ربنا وحده يعلم بيها، بس خفت من ربنا وحسيت يعني ازاي طفل ياكل ويشرب مني الاكل اللي انا باكله وبشرب منه وفي الاخر اديهولها، ده يبقى ابني. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه غير اني احييكي على صمودك. يعني مبلغ 50,000 جنيه اللي هي عرضتهم عليكي مبلغ في حالتك انت كبير قوي كبير. مش صغير. ممكن يجيب لي شقه، ممكن يجيب لك شقه واترحم من الايجار واترحم من حاجات كتيره. بس للاسف ما وافقتش بحاجه زي كده. والست الكويتيه ديت جاتني جابت لي هدايا وقعدت تقنع فيها كتير. طبعا برضو رحت الازهر لما عرفت كده اقنعتني. بمعنى اصح صعبت عليا، قالت لك انسانيا وكده. أيوة فشعرتي أيوة ان حرام. ايوه رحت سالت في الازهر قال لي لا شرعا حرام ما ينفعش، وانا اساسا مش متقبله يعني فاهماني، حاسه برضو ايوه حاسه ان الفلوس دي هتخش على عيالي بالحرام. ما انا ايش ضمني فيما بعد ايه اللي هيحصل بالفلوس دي؟ جبت شقه قدر الله حصل حاجه، ما انا برضو ابص لحاجه زي كده. طب لو الشيخ اللي رحتي له في الازهر كان قال لك الموضوع حلال كنت عملتيه؟ لا بجد لا، عشان انا حاسه من جوايا ازاي اكل واشرب والطفل اللي ببطني دوت ياكل ويشرب مني واعمل حاجه زي كده. عارفه ليه؟ لانك ام يا منى. ايوه ان انا جربت ثلاث مرات كنت بموت فيهم وحاسه باحساس العيل والطفل والام المشاعر دي ما ينفعش اعمل حاجه زي كده ابدا. جوزك الحمل عليه تقيل كتير جدا، والصفقه دي بالنسبه له
حلوة. كانت هتريحكم. هتريحهم. يعني اقول لك اقل حاجة هتريحنا من ايجار شقة 300 جنيه كل اخر شهر. زعل لما انت قلتي لأ؟ لا، هو في الاول كان موافق عشان ما يعرفش ان حرام ولا حلال. احنا اتفاجئنا يعني، احنا نسمع بس مش اللي فاهماني، مش في الحقيقة. احنا نسمع مثلا في التلفزيون كذا كذا، لكن في الحقيقة لا. كنا عشان نستور صراحة. وافق، وبعد كده لما خدته ورحت للازهر اقتنع بقى، مرضيش. يوميته كام جوزك؟ يوم ما يطلع قوي كده فيها ممكن يجيب لي 40-50 جنيه. يعني اقل من 10 دولار. ايوه. ويوم شغال وعشرة لا، خلي بالك يعني يوم الكاوتش نايم انه سواق حضرتك. بيبقى فيه عطل كتير. وانت ما بتشتغليش؟ لا انا شغال حضرتك. شغاله ايه؟ شغاله في الرساله عامله. بتكسبي كام؟ 400 جنيه في الشهر. بس ما يقضوش معيش الحمد طبعا. لله ثلاث ولاد وكده. ايوه عيشه صعبه يعني. الحمد لله. بس ربنا معانا ما بينساش حد ابدا. ولادك اعمارهم ايه؟ ازاي اعمار ولادك؟ السن يعني سنهم كام؟ سنه وثلاث سنين وخمسه. يعني في راحت المدرسه او راح المدرسه؟ دودو راحت. دودو ودان. ام دودو. يعني صاحبتك اللي عرضت عليكي تأجير رحمك مقابل مبلغ مالي كان غرضها مساعدتك، غرضها أيوة انها تساعدك في ظروفك الصعبه. هي مش هقول لك صاحبتي، ده اختي ليه. ربين سوا. بس طيب لو 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 حد جاء حاول يستغل ظروفك الصعبه دي وقال لك مثلا بعد الشر محتاجين كليه او حاجه كده، ممكن تضعفي؟ لا برضو لا. هدي عليك واقول لك لا. الصحه اهم. ايوه الصحه يعني خليها لعيالي اولى بيها. مش عارفه اقول لك ايه يعني. ظروفك الماديه صعبه لكن التنازل مرفوض رفضا باتا. أيوة. في حياتك، فانا يعني بحييكي وبحيي جوزك برضو، وحسمح لنفسي في الحته دي، حسمح لنفسي ووجه نداء برضو لاصحاب الخير، لان من الدين من كل الاديان السماويه مش بس من الدين الاسلامي، ان الواحد لما يبص لاخوه برضو ويشوفه عايش ازاي، والزكاه والصدقه هي واجب وفرض علينا، مش حاجه يعني بنتجمل بيها على الاخر. فأنا هقول منى أي حد يحب إن هو يساعدها ويساعد زوجها ويساعد أطفالها الثلاثة، ربنا يا رب يكتب له الخير ويجازيه خير إن شاء الله في حياته وفي آخرته. وتعيطي ليه؟ ما تعيطيش، ربنا إن شاء الله ما بينساش حد، وحنطمن عليكي ونسمع أخبارك كلها. وبحييكي مرة تانية على الصوت. شكرا. شكرا ماما. شكرا. نبيل عبد المجيد من مصر، رجل متزوج من سيدة مريضة وحالتها الصحية على قدها، ما بتسمح لهاش بالحمل لأنه خطر عليها، إلا أن بويضتها سليمة، مش كده يا نبيل؟ حبيت أنك تتجوز عليها رفضت. حبيت أنك تتبنى رفضت. واقترحت لك اقتراح، قالت لك نعمل موضوع الرحم البديل ونجيب أعتقد الست اللي بتنظف عندكم شغالة عندي. قالت لك تعالى نستعملها هي يعني كرحم بديل أو كأم بديلة، وانت رفضت عشان الحرمانية. انا قلت لها سيبيني يومين ثلاثه كده عشان اسال الاول فيها. فسالت في الازهر عندنا قال لي حرام. وسالت ناس ثانيه قال لي حرام. فطالما حرام يبقى خلاص. خلاص، ما انا مسلم ومحن بالله، ما ينفعش اعمل حاجه تضر ربنا. ايوه. طيب يعني معلش اسمح لي فيها، يعني ممكن في ناس يقولوا لك لا، ما يمكن انت ما فكرتش في الحرمانيه، يمكن فكرت في التكاليف انها هتبقى كتير. لا التكاليف، ما انا ما الحمد لله حالتي الماديه مظبوطه. مرتاح الحمد لله. قصة فلوس، مش قصة فلوس يعني. يعني رغم انك انت نفسك تبقى اب الا انك ما ضعفتش قدام اغراء مراتك والعرض بتاعها. هي دلوقتي رافضه تماما انك انت تتجوز، ورافضه انك تتبنى، ومصره ان هي تستعمل الشغاله كأم بديله. هتعمل ايه؟ الحل ايه؟ الحل لسه بقى ما وصلتش الحل. سيب على الله. ازاي يعني سايبها على الله؟ لسه ربنا ما اردش.
مراتك عندها كم سنة؟ مراتي عندها 30 سنة. ومرضها ايه اللي... هي اصلا انا احنا بقالنا 10 سنين مع بعضينا، بنحب بعضينا. وهذا قصة الحب يعني. بعد ما اتجوزت جالها السكر. السكر ضعف لها الكبد عندها. ففي مشاكل تمنع انها ايه تحمل خالص. بس هي تحمل عادي، بس غلط على الحمل عليها. رحت اكتر من دكتور، كذا دكتور رحت عنده. قال لي ما تنفعش ان تحمل. فسكتنا كده شويه. فبعدين لقيت واحده صاحبتها عملت القصه ديت، فردت عليا. قلت له اصبر شويه لما اشوف القصه ايه الاول واسال بره الاول. ان انا عشان بصلي وعارف ربنا. فسالت واحد صاحبي في المسجد عندنا، قال لي بكره الصبح قبلك قلت عند ايه؟ عند الازهر. فرحت نور الازهر بعديها هناك، سالنا الشيخ احمد هناك، قال لي لا الموضوع ده اصلا حرام. ولا الدين بيقول عليه ولا شرع ربنا حرام. طيب ممكن تتجوز في السر، او ممكن انك تكفل طفل يتيم في السر، او انا كنت في نيتي الاول ان انا جبت طفل يتيم بهذا. فالشيخ برضه قال لا حرام برضه، قال لي عشان ممكن برضه لو قدر الله بعد ما تتوفى بكل راس مالك كله اللي هو حقيقي، يبقى راس مالك كله اللي هو يبقى ورث. بس لا كفاله الطفل اليتيم مش حرام ازاي؟ لا عندنا حرام. ودي مش ازاي مش حرام؟ لان سالت انا في الازهر. لا انت بس اتاكد ان كفاله الطفل اليتيم، اتاكد من الجمله دي اللي انا بقولها لك، لان حتى مش بتشوف الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون ودار الارمان والى اخره. اكفل طفل يتيم يفتح لك بيت في الجنه. انا طفل غير التبني. طيب دلوقتي حد فيكم لازم يتنازل، يا انت تتنازل عن فكرة الأبوة تماما، أوكي؟ لو طالما أنك أنت مصر أنك أنت ما تستخدمش الأم البديلة ومراتك مصرة على ده، يا أنك أنت مثلا تطلقها وتتجوز. ما طبعا مش هينفع طلاق، إن هي ملاش حد غيري برضو، إن فهرم برضو وقف الجنب كتير برضو ساعدتني، ما ينفعش إن أنا. طيب هتتنازل عن حلم الأبوة عشانها؟ هو القصة كلها في الشغالة لما كانت بتيجي معاها عيالين صغيرين. فطبعا واحدة ما عندهاش عيال أولاد فبتشد ليها قوي. حتى ما كنت أكل شوية أنا الأهل العيال الصغيرة معاها، فكنت ألاقيهم بره التاني. لما لقيتها بقى مشدودة للقصة وعرضها لها فلوس، هي طبعا ظروفها تعبانة. فلما سمعت المبلغ 10,000 جنيه فرحت بيهم. فأنا قلت لها ما تجيش معاك عيال تاني. تيجي لوحدي ما تجيش معاك عيال. عشان برضه بتشد ليها قوي. واحدة واحدة بتعمل مشكلة مع الشغالة وتمشيها. عشان ما تجيش تاني، القصة تقطع خالص. ممكن تتجوز في السر؟ ما احنا ما عندناش جواز في السر، عندنا المأذون لازم يعلن الأول الزوجة. لا ما هو في ناس بتتجوز في السر وما بتعلنش الزوج. لا ده الكلام ده كان زمان ولغوه. لغوه؟ لازم الزوجة الأول بيعلن الأول، المأذون لازم يعلن الأول. بعدين بطاقتي مكتوب فيها متزوج. ممكن تتجوز عرفي عشان تخلف؟ ما عرفي ما حرام برضه، أنا عرفي ما زينها طبعا. حرام. امال الحل ايه دلوقتي؟ الحل ان شاء الله ربنا سبحانه من عنده. هتقنع مراتك يعني؟ ان شاء الله ربنا معاك، وان شاء الله يحقق لك حلم الابوه. ومش بعيد على الله ان مراتك برضو الطب دلوقتي تقدم. طبعا انا عايش بربنا كبير ان شاء الله. ان شاء الله. حنان معنا. حنان ست مصريه متعلمه موظفه ضاق بيها الحال بعد طلاقها، ولقت في رقبتها كوم لحم، مسؤولية طفلين ومامتها كمان، 700 جنيه مرتبها لا يغني ولا يثمن من جوع أكيد الرقم، وكان لازم حنان تلاقي حل لديونها، فقررت التنازل وتدي رحمها السليم تأجره عشان تحقق بيه حلم الأمومة لست تانية. تحت إغراء المال وإلحاح الظروف قبلت بالموضوع من سيدة سعودية، وبعد كده حنان كانت مع موعد مع مشكلة أكبر من كل المشاكل اللي صدفتها، وهي الندم. الندم إمتى؟ بعد ما خلت لفت الطفل ودت لهم الولد. حنان ايوه بقالك كام مخلفه؟ سنتين. سالتي رجل دين قبل ما تاجري رحمك؟ سالت. انت اجرتي الرحم والبويضه ولا الرحم بس؟ الرحم والبويضه. والبويضه يعني انت الام البيولوجيه للطفل. لما سألتي رجل دين سألتيه عن الرحم ولا سألتيه عن الرحم والبويضة؟ سألته عن الرحم، ما سألتش عن البويضة. قال لك ايه؟
قال لي حرام. حكيت له على ظروفي، قال لي ربنا بيحل كل حاجة، لكن احنا ما نقدرش نغضب ربنا. طلبت منهم ان هم يساعدوني لان انا كان عليا ديون كتير. ما فيش استجابة للمساعدة. يمكن هو لو كان في مساعدة ما كانش حصل ده كله. جالك العرض ازاي من السيدة السعودية؟ عن طريق الانترنت، كانت عاملة اعلان على الفيس وكلمتها. وكنت فاكرة الموضوع كله تهريج يعني حد كده، فلقيتها لا بتتكلم بجد، واخدت رقم تليفوني وكلمتني. واتفقت معاها على مبلغ معين تدوني لما اخلف، واتفقت معاها ان انا لو احمل في مبلغ معين تدوني كل شهر. اخدتي 60,000 جنيه و1,500 جنيه في الشهر، كان مصروف شهري مش كده؟ وبعدين بس وعملت العملية ديت وخلاص، واخدت الطفل وبس. هي في الاول كانت عارضة عليكي حسب ما عندي في الورق انها تشتري حد من ولادك. انا رفضت، ما اقدرش، ما كنتش اقدر ساعتها، ولادي ما ينفعش. طب ما انت في الاخر بس بعتي ابنك، لان الست ما تملكش شعرة واحدة منه، هو ابنك البويضة بتاعتك. انا فاهمة، بس انا ولادي قدام عينيا، انا مربياهم. ما كانش في دماغي، ما كنتش فاكرة انا هندم ان انا الطفل، قلت مش هشوفه يعني. هم انا هعمل عمليه هياخدوه على طول مش هشوفه، لكن دول متربيين قدام عينيا. ما كنتش اعرف ان انا هندم واحس بالندم ده كله بعدها. طب حنان، انا حاسه بيك يعني، حاسه قد ايه انت متالمه، بس اعذريني برضو لو قصيت عليكي شويه. يعني انت في الاول كان الموضوع انها تشتري حد من ولادك، رفضتي، فبقى الموضوع تاجير رحم. لما ما نفعش، اتضح ان ما عندهاش بويضه، بقى الموضوع تاجير رحم وبويضه. كان المبلغ 60,000، زاد بعد كده بقى كام بعد ما دخل في الموضوع بويضه؟ لا انا ما اتكلمتش في زياده تاني، انا كل اللي يهمني المبلغ ده كان هيسدد لي ديوني وبس. ندمتي انك ما اتكلمتيش في زياده؟ لو لا، حاليا ندمت ان انا اديتها لطفل، حتى لو كان في زياده، حتى لو كان المبلغ اكبر من كده بكتير. لسه بيبعتوا لك الفلوس الشهريه؟ لا لا لا، انا بعد ولادتي للطفل باسبوع انا ما كنتش بنام. كنت حاسه بمأساة في حياتي، ما بنامش كويس، بفكر فيه. حاولت اتصل مره، قلت لهم عايزه اشوفه، قالوا لي ماشي اوكي وهنوريه لك. قلت لهم انا مش هعمل اي مشكله، بس انا عايزه اشوفه بس. بعدها تليفوناتي اتقفلت، ما اعرفش حاجه عنهم خالص. بس الاثنين، كان زوجها او الزوجه، قفلوا تليفوناتهم، مش عارفه اوصل لهم تاني. حتى الاكونت اللي كان على الفيس كنت بكلم عليه اتقفل. مش عارفة أوصل لهم تاني. انتي عارفة أسماءهم؟ عارفة أسماءهم، بس مش عارفة بالكامل، عارفاش بالكامل. مش بالكامل، مش بالكامل. طيب لما عرفتي انك انتي هتديله البويضة بتاعتك، او هتحملي بسائل منوي من هذا الرجل ببويضتك انتي، ما عرضتيش عليه الزواج، ولو زواج عرفي او زواج وبعد كده طلاق علشان الحلال والحرام؟ لا، ما فكرتش في كده خالص. كل فكرت فيه ان انا اخد المبلغ واسد ديوني وبس، ده اللي انا كنت افكر فيه. فكرتش في اي حاجة تاني. الحمل ما حصلش من اول مرة، حصل من ثالث مرة مش كده؟ فشل مرتين. لما فشل مرتين ما كنتيش بتقولي دي مثلا رسالة من ربنا بيقولي بلاش؟ صدقيني ما كانش عندي تفكير خالص، ما كنتش بفكر في اي حاجة غير ان انا اسد ديوني، المبلغ ده هيسد ديوني. لما شفتي البيبي جنبك اول ما ولدتيه، هو كان ذكر ام انثى؟ ولد. ولد. لما شفتيه جنبك ما فكرتيش في لحظة تقولي مش هاخد الفلوس ومش هديهولهم؟ فكرت، أنا أم وعندي طفلين، فيعني قلبي وجعني وتعبت، بس كنت محطوطة بين خيارين، ما قدرتش أتكلم، ما قدرتش. بس طبعا أكيد قلبي وجعني أول ما شفت الطفل، قلبي وجعني جدا، ما قدرتش. بس ما اعرفش، ما كانش عندي خيار غير ان انا اخد الفلوس واسدد ديوني، ان انا عندي طفلين وفي ديون عليا، وفي ناس بيطالبوني بديون، في ناس ممكن اتحبس، ما فيش اب، ما فيش عائل تاني لولادي.
فكنت محتارة فسلمت بالأمر الواقع، بس بعدها ندمت، وندمت في ساعتها لأن أنا شايفة ابني قدامي وهيتاخد مني. الطفل اتسجل باسمهم ازاي يا حنان؟ اتسجل باسم الزوج والزوجة، ما اعرفش راحوا، انا ما اعرفش عملوها ازاي، بس الدكتور اللي انا اعرفه الدكتور كتب باسم الام السعودية دي مامته والاب باباه. انت ولدتي في عيادة خاصة؟ في مستشفى خاصة. هتعملي ايه؟ يعني انت دلوقتي عايشة في احساس بالذنب، عندك استعداد تحرري دعوة قضائية يعني باسم اللي كتبتي طفلك باسمهم، ولو حتى الاسماء الاولى. انت ممكن برضو انك انت عن طريق الفيسبوك توصلي مين اللي كان فتح الاكاونت ده، يعني سهل مش صعب. عندك استعداد تعملي تحاليل دي ان اي او البصمة الوراثية لاثبات الطفل ان هو ابنك وتبتدي مشوار طويل، ولا انت مش قد المشوار ده؟ لان انا عارفة ان ممكن تحصل لي مشاكل قانونية، فده انا خايفة من كده. انا ممكن اعمل كده لو حد هيساعدني، بس اللي هيساعدني ممكن يجازيني قانونية. طب وبعدين؟ لو انا حاسه ان في حد فعلا هيساعدني ويجيب لي ابني من غير ما اتاذي قانونا، انا موافقه. الفلوس سددت لك ديونك؟ دلوقتي احوالك الماديه شكلها ايه؟ في العادي، بس الديون اتسدد، دي كانت اهم حاجه، بس احوالي الماديه زي ما هي. انا بشتغل ب 700 جنيه، عندي طفلين وعندي امي بصرف عليها، يعني ما بيعملوش اي حاجه. بس انا بتكلم ان انا كان عليها مبلغ كبير، كان لازم ما كنتش اعرف اجيبه من اي حد. انا رحت الازهر قلت لهم ساعدوني، محدش راضي يساعدني، يعني اروح فين تاني؟ لو رجع الزمن بيكي لورا يا حنان تعملي نفس الخطوه؟ استحاله. وبديونك؟ استحاله. استحاله كنت هعمل كده تاني. احساسك انك عملتي حاجه حرام اصعب، ولا احساسك بعقده الذنب وشوقك لابنك اللي هو معذبك اكتر؟ احساسي بالذنب واحساسي ان انا ابني ده مش عارفه عنه حاجه، وقلبي وجعني عليه، وحرام. بس هقول حرام مش اوكي، بس احساسي بالذنب اكبر ان ابني مش عارفه اوصله، مش عارفه اشوفه، ما بنامش، صورته هو جنبي على السرير وهو لسه بيبي، مش بفتكرها بقعد اعيط، مش عارفه. لكن حرام اوكي، لكن ذنب اكتر من انه حرام. لو اقول لك قولي رسالة او اتفضلي، الكاميرا اهي قدامك، وممكن العيلة السعودية دي تكون سمع صوتك دلوقتي، قولي لهم رسالة، تقولي لهم ايه؟ قال لهم لو هما بيسمعوني وشايفيني انا هتصرف اي حاجة واديهم المبلغ، بس يبعتولي ابني، لان انا فعلا مش قادرة، نفسي اشوفه، حتى اشوفه مش عايز اي حاجة تاني غير ان انا اشوفه بس. ربنا يصبرك يا حنان، مش عارفة أقولك إيه غير ربنا يصبرك، وأنا حسمح لنفسي إن أنا أطلب المساعدة ليكي برضو من أصحاب الخير اللي هم كتير. لو أي حد فيكم عايز يساعد حنان، طبعا إيميل البرنامج موجود على الشاشة، وتقدروا إنكم تتصلوا بينا وتتواصلوا معانا. شكرا حنان، وربنا يصبرك ويساعدك. سمعنا كل الأطراف وانتهينا. الكل أصبح في خانة واحدة، خانة الاحتياج، وقدام الاحتياج الغني بيبقى فقير، والفقير بيبقى فقير جدا جدا جدا. الكل رسب بجدارة في اختبار القدرة على الاحتمال. الكل صبره خلص، الكل مش راضي باسمة الخالق على عباده، الكل طامع ولا يرضى، الكل يفتي نفسه ولا يسمع إلا صوت احتياجاته. فلو وصلنا للدرجة دي مش هنكتفي بتأجير أرحمنا، يمكن نأجر قلوبنا وعقولنا ونأجر أجسادنا خلية خلية، وحنلاقي مبررات بسهولة، وسيد هذه المبررات الغول الفقر. وعليك يا دنيا السلام، لو وصل حالنا للحالة دي مش هتخلص ابدا ملفاتنا في بدون رقابه. يا رب ما نوصل للحاله دي. تحيه مني وفاء الكيلاني، تصبحوا على خير.